السلام عليكم اخواني اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة واحسن الاحوال. جميع المغاربة لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، يعني المغاربة المهجر او المغاربة اللي كيعيشوا في المغرب، شكرا لكم على التتبع، وما تنسوناش عفاكم باللايك، يعني باش تعاونونا باش هاد الفيديوهات يوصلوا لاكبر عدد ممكن وتكون فيهم استفاده، يعني باش الناس يستفدوا منهم. يعني كيف ما كتشوفوا انا الفيديوهات عندهم مواضيع هادفه وليس تافهه، هذا هو الهدف من الفيديوهات هادو، يعني باش نساعدوا بعضياتنا. دابا واحد الاخت في عين عوده قالت لك اخيرا راني مستمره في عين عوده، بغيت نشوف عين عوده كي ولات. اختي بكل فرح، يعني كل فرح، يعني هذا الشيء كيفرحني بان الاخوان منفعلين، يعني كيتفاعلوا مع القناه. وكيف ما قلت لكم، يعني نتوما طلبوا وانا لبي بكل فرح، يعني داك الشيء اللي في استطاعه كنديروا بكل فرح. يعني ها نتوما كتشوفوا دابا هذه هي الدخله ديال عين عوده، هذه عين عوده المدينه، هنا علي مرة كاينين ديور وبقع وتاني، حيت هادو كلهم احياء جداد. غندخل ندير واحد الدخلة خفيفة، حيت عين عودة راه كبيرة، الا جيت تنظر فيها كاملة راه خصها ساعة الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. يعني غندير اطلالة. دابا هادي هي الدخلة، هاد البلاصة اللي على اليسر كانت شادها اليونس الى عقلت، ابواب زعير ابتداء. انتم تشوفوا البانو، نشوفوا هاد المنطقة هادي. انا عين عوده غير كندوز معاها، عمري ما دخلت ليها. هاد المنطقه هي دابا كلها ديور بقع، اللي على اليمين وحتى على اليسار. يعني ندير دويره خفيفه وغنخرج للشارع، حيت الاخت اللي قالت لي دير لي فيديو في المنطقه باش نشوف كي ولات، طلبت منها في التعليق يعني حدد لي المنطقه، ما جاوباتش، ربما جاوبات وما شفتش انا الجواب. المهم هذه منطقه جديده في الدخله ديال عين عوده، حتى هي تبارك الله كلها بقع ومنازل، يعني ديور. هانتوما كتشوف، نتمنى الاخت تكون استثمرت في هذه المنطقه ربما باش تشوف هذا الفيديو يعني تستافد منه. ها انتما هذه المنطقه اللي في الدخله ديال عين عوده. يعني قلت لكم بحال ما هكا كتعجبك شي بقعة كتجي تسول الجار، بحال دابا هاد السيد اللي باني كتسول عليها، كتقول لهم هاد البقعة هادي شكون مولاها، بحال دابا هادي شوكية زوينة، أولا بحال دابا هادي كتلقى يعني مولاها كاتب النمرة في الحيط بحال هاد الشكل تقريبا، بحال هاد البقعة هادي غادي يكون عندها 3 فاصات تقريبا، كتجي كتسول، يعني كتجي كتسول بحال هادي عاوتاني مثلا، ها هي شوكيه راه مولاها كاتب النمره في الحيط واخا ما كتبانش، اولا كتسول جارو كتدق عليه، السلام عليكم، السلام، كي داير سيدي لاباس عليك، عافاك راه عجبتني هاد البقيعه، واش كتعرف مولاها؟ يعني حنا دابا الحمد لله المغاربه هادشي اللي زوين فينا، شي كاين شي كيفيد شي، يعني حتى واحد ما كيبخل عليك، ماشي بحال بلايص اخرين ربما ما كيبغيوش يعطيوك جواب مقنع ولا راس الخيط كيف ما كنقولوا حنا. اذا هذا الحي اللي كاين في الدخله ديال عين عوده، دابا غنخرج منه ان شاء الله وغنمشيو لجهه عين عوده نشوفوا شنو كاين عاوتاني. انا دابا ما كنعرفش فين عوده مزيان، غادي ندير واحد الدوره شرفيه.
وين عين عوده اختي حتى هي راه قبل ليا بانت ليا حتى هي راه غاده لقدام يعني حتى هي تبارك الله سايبو لها الطرقان شاري اليسار حتى هي فيها الشقق نعم كلها عمارة هاد المنطقة اللي على اليسار غنشوف سميتها هنا في التخلافات في هاد الشارع هدا على اليمين كاينين فيلات هادو تقريبا قدام شوية فين عاودة المهم هذا الشارع الرئيسي ديال عين عاودة شوفوا الا كان شي دخله هنا على اليمين ندير لكم اطلاله خفيفه على هاد الفيلا حتى هما نعم كاين واحد الشارع ها انتما الجرا هادي زوينه صراحه سايكون شي زوين هنا في عين عاودة تمشي دويرة هادي تايرة لبيعة ها النمرة كتبة الفوق هادي بحال شكل دفيل دخلو مع السنيقة هادي في هذه المنطقة هي كنستكشفو كاملين هادو زون فيلا هاو تيغان افوندر هاد حيت الغوز راه مكتوبة فيه تيغان افوندر كنحيدو النمرة هادي زون فيلا السلام عليكم خايا سميت هاد الحي هذا حي النصر وهذاك اللي فيه العمارات اللي ملي هذاك اليونس دارنا ياك شكرا بارك الله فيك الله يحفظك اذا فعلا هذاك الحي سميتو اليونس وهذا كيف ما سمعتو حي النصر واحد فيه الفيلا زوين صراحه يبغى عاوتاني يستثمر في الفيلا هنا شي زوين هنايا دابا هادو 100% كتلقاهم الناس اللي شراو فلا والفاش يلا بانت عين عوده يلا الناس كيسمعوا عين عوده عين عوده غتلقاهم شراو بثمن رخيص الارض يعني رخيص وبناوها اما دابا غتجي تسول غتلقى شي اثمنة يعني تلقى شويه طالعه ولكن زوين صراحه يعني بحال عاوتاني اللي باغي الدار الشكل ديال فيلا بجريده وباتساع زوينين صراحه يعني العزيز عليه شويه ديال الخضرة قدامه ولا الخضار ولا يعني الجريدة هادو تا هما حل زوين يعني يقدر الواحد يجي يلقى شي ثمن مناسب هنايا يعني هذا حي النصر ديال عين عودة هانتوما باقي الناس كيبنين وباقي البقع باقي البقع الاخوان بالنسبه للاخوه الاخوات يعني بالنسبه للعين عوده يعني الحاجه اللي زوينه دابا عاوتاني زادوها ليها هي الطريق دابا ولات واحد الطريق يعني من الناس ديال الرباط اللي بغى يجي لعين عوده كتجيهم سهله يعني قربوها ليهم داروا واحد الطريق جديده وقربوها ليهم يعني ولاو دغيا كيوصلوا ولاو دغيا كيتلاحوا فيها كيف ما كنقولوا حنايا ولا تقريبا وعاوتاني خرجوا ليها الخرجه ديال لوطوروت تمسنا عين عوده تمسنا عين عتيق عين عوده يعني وليتي كتخرج ما بين الصخيرات وتمارا زادوا خرجه ديال عين عتيق تمسنا هذيك هي كطلعك العين عوده المهم هادشي بان ليا كبير بزاف اخواني اخواتي بقيت كندور هنا ما غاديش نسالي
المهم الاخت اللي طلبت الفيديو انا يعني بكل فرح درت الفيديو على عين عوده، وكيف ما قلت لك ما حددتيش ليا المنطقه بالضبط، ولكن اختي هادشي راه عنده يعني راه غادي في طور نومو. يعني كاين شي مناطق في المغرب سبحان الله العظيم يعني كتجي داك العام الاخر كتلقاي الامور على ما يرام، وكاين شي مناطق كتبغي شويه ديال الوقت عاوتاني على حسب المنطقه، على حسب الحركه الاقتصاديه ديالها، على حسب شحال من حاجه، الموقع ديالها شنو كيتصايب فيها شنو كاين. يعني كل منطقه وكيف ما كنقولوا يعني السرعه النمو ديالها، يعني كاين شي بلايص اللي دغيا كي كيف ما كنقولوا كيقفزوا بهم، وكاين شي بلايص اللي كيبغيو شويه ديال الوقت. ولكن حنا بالنسبه للناس ديال المهجر الحمد لله يعني كتبغي مسكن في منطقه امنه، في منطقه اتساع نقيه، هذا هو يعني المتطلب ديالنا. وبالنسبه للناس اللي كيديروا استثمارات بحال ما قلت يعني فكره زوينه، حتى هي فكره زوينه بحال هاد الاخت قالت لك استثمرنا في عين عوده مزيان، يعني بنادم جمع واحد البركه ديال الفلوس ما محتاجهاش تما، ما محتاجينهاش في اوروبا، غتبقى هنا في البنكه كياخذ بحال ما هكا شي بقيعه شي ارض ولا شي منزل. وانتم عارفين هادشي ديال العقار في المغرب تبارك الله راه واحد يعني كيكبر بواحد الطريقه يعني خياليه، واحد النمو، واحد الدوبل ديال الاسعار، يعني كل عام كتجي كتلقى الاسعار كيتزادوا، الاثمنه كيتزادوا خصوصا ديال الاراضي بحال هكا ديال الديور، وحتى الشقق يعني حتى الشقق هاد العام تشري بقعه ب 25 مليون دوز عليها عامين 3 سنين تبيعها ب يعني تربح تخلي لك ديك 5 مليون في الظل ولا. يعني الحمد لله يعني الا استثمرتي اختي فلوسك في هنا كاين حمام يسرى، الا كنتي كتعرفي هذه المنطقه هذه راه كاين واحد الحمام يسرى، دخلت انا دابا بقيت كندور حتى تلفت خصني نرجع للطريقه الكبيره، هاد البلاصه حتى هي راه فيها بقاع فيها منازل، كاين واحد الثانويه هنا ربما انت تكون هنايا ثانويه المدني بن ثانويه المدني بن حسين حسني اعداديه ثانويه، هادشي كبار تبارك الله كبير بزاف يعني حديت ولا حرج. يعني بالنسبه للناس اللي استثمروا بحال هكا في ليسات في المغرب راه يعني استثمار حتى هو زوين، يعني حتى هو ما غاديش فيه، يعني ربما جا واحد الوقيته هذيك الارض ما بقيتيش باغيها ولا داك المنزل ما بغيتيش ما تلاش صالح ليك للسكن، اولا ربما صافي سكنتي تما في اوروبا واستقليتي تما، اولا الوليدات تبارك الله بغاو يقراو وبغيتي يعني تساعديهم في الدراسه ديالهم الجامعيه غتحتاجي الفلوس، كتجي كتبيعي هذا المسكن ولا هذا البقعه وكتعاوني وليداتك، يعني حتى هذا حل زوين. يعني يلا تيف واحد الكسيده مسكين مول الموتور طيح في الله يستر نفسه، انت تجي ساعدني يا خاويه ودخل فيه، ربما الصباح كانوا مزروبين غادي للخدمه، انتما واحد السيد من فرنسا حط الطوموبيل هنا ربما جا عند الدار هنايا، يعني حتى هو كيبقى استثمار زوين حيت اصلا غتخلي الفلوس في البنكه ما غتستافدي منها والو، اللهم بنادم يستثمر في هادشي ديال العقارات حتى هو استثمار زوين، وخصوصا المغرب، يعني المغرب كيف ما قلت لكم الاثمنه كتضوبل كل عام كتزاد الاثمنه. يعني عمر الاثمنه ما كتهبط في هذه الظرفيه هذه، ومن هنا للقدام عاوتاني يعلم الله، من هنا للقدام ما عرفتش ربما حيت
كنشوف انا داكشي اللي وقع في اسبانيا، تنقول راه هاد الوتره ديال البناء اللي كاينه زعما في المغرب باش كيبنيو الشقق وباش كيبنيو العمارات، يعني غدا بواحد السرعه خياليه. يعني تنقول ربما يقدر يوقع لهم كيف موقع في اسبانيا، يعني داكشي بقى واحد فيهم، ولاو كيبيعوا دابا جوج ديور بالثمن ديال دار واحده في اسبانيا. هادشي بالنسبه للشقق ودوك المناطق الساحليه في مربيه، يعني كنت شفت واحد البرنامج واحد المنطقه في اسبانيا، يعني بقى واحد اليوم داكشي في عنقهم، ما تبع لهم ما والو. المهم هذه منطقه اخرى هنا في عين عوده. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكون فيه استفاده، وراه غندير لايف ان شاء الله اليوم في العشيه. البارح وقع لي مشكل، يعني عطب تقني، انستاليت واحد البروغرام في الكمبيوتر وخربق لي داك الشيء، ما استطعتش باش ندير معكم اللايف. اليوم في العشيه ان شاء الله مع تسعود راه يعني غنكون بونكتيال ان شاء الله باش نديروا اللايف ونتحدثوا شويه وندردشوا ونتناقشوا مواضيع. كاين بزاف ديال المواضيع اللي نناقشوها ان شاء الله باش نستافدوا منها كاملين، تكون فيها استفاده. يعني كنتمنى تكونوا حاضرين في الموعد ونتعارفوا اصلا نتعارفوا. بالنسبه للاخوه اللي كيدخلوا وكيديروا في الشاط، حبذا يعني لو تدخلوا ديروا لي السميه ديالكم والمدينه ومن اي بلد، يعني باش تكون واحد ندير واحد العائله، واحد الاخوه، واحد الصداقه ان شاء الله، باش هاد القناه نستافدوا منها كاملين. يعني هاد القناه غنديرها ان شاء الله غير الافاده، يعني غير الافاده، يعني عندي انا معلومه نفيدكم بها، عندكم نتوما معلومه تفيدوني بها، يعني غيكون واحد الاخذ والعطاء. يعني في هاد الفيديوهات هذه ان شاء الله غادي يكون واحد الاخذ والعطاء، يعني نتوما تستافدوا وانا نستافد. انا كندور على الرومبو بحال الطرومبيه. قلت لكم هاد القناه ان شاء الله بغيتها تكون قناه ديال الافاده، يعني في جميع المواضيع، جميع المواضيع. يعني الحمد لله حنا دابا ناس في اوروبا وحتى الناس ديال المغرب مرحبا بكم، يعني حتى المشاهده ديال المغرب تبارك الله راه شاده المرتبه الثانيه. يعني حنا الحمد لله عندنا واحد السن، يعني نضجنا في الحياه وعندنا تجارب، نبغيو نفيدوا بعضياتنا، ما نبخلوش على بعضياتنا. كل اللي عنده شي معلومه يفيد بها خوه او لا اختو يطلقها لينا، ما يخليهاش عنده. الحمد لله هذا هو الاسلام وهذا هو الدين ديالنا. يعني تيقول لك المؤمن اخو المؤمن، يعني نساعدوا بعضياتنا في اي حاجه، في اي حاجه معلومه تكون عندك بسيطه تقدر تعطيها لينا نفيدوا بها الاخر، يعني تكون هو ما عارفهاش. يعني الحمد لله هذا الشيء علاش مدير اليوتيوب، مدير الافاده ماشي للتفاهه. يعني كنأكد على هذه النقطه، هذه اليوتيوب مدير الافاده ماشي للتفاهه. هذا الشيء علاش انا قررت ندير فيديوهات في القناه ديال المدام ديالي باش تكون فيهم افاده، يعني نفيدوا بعضياتنا في اي مجال، في مجال العمل، في مجال السفر، في مجال التربيه ديال الاطفال، يعني في المجالات الاجتماعيه الاقتصاديه. نبعدوا غير على السياسه اللي عالم هذاك عالم اخر. المهم حنا دابا هادو هما المجالات اللي غنبقاو نهضروا فيهم، في مجال المعلومات الانفورماتيك، في مجال يعني التسوق عبر الانترنت شوبينغ اونلاين، في مجال التذاكر بحال ما كان الناس ما باقي لحد الان كنسمع الناس تيقول لك لا غنمشي لاجونس كنخاف انا نقطع اونلاين. هذا الشيء كامل غنطرقوا ليه في القناه ان شاء الله، تكون فيها واحد الافاده ان شاء الله ديال 360 درجه، يعني غتستافدوا منها ان شاء الله بحول الله. الله يعطينا الصحه والسلامه، وغنطرقوا بزاف ديال المواضيع، بزاف مواضيع السيارات. يعني الاخوان اللي مهتمين بالسيارات شحال من حاجه نطرقوا لها في هذه القناه هذه، يعني نتوما ديروا الطلب ديالكم وانا نلبي. يلا اخواني اخواتي، نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يوصل لاكبر عدد ممكن من الاخوان ديالنا لا داخل المغرب لا خارج المغرب، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم بحال الفيديوهات الاخرين. وما تنساوناش عافاكم باللايك والبارطاج باش الافاده تعم على الجميع.
وشكرا لكم وأعانكم الله.